أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: جملة العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة في يد أحدنا، هل في هذه العبارة تشبيه؟ العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بندقة بين إيش؟ من العرش إلى الفرش بين يديه. يديه أو يديك؟ بين يديه. يدي من؟ سبحانه وتعالى. ها؟ يدي الله عز وجل. نعم، كل المخلوقات بالنسبة إلى الله حقيرة، كخردل يد أحدكم كما في الحديث، بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما في بس. نعم.